المقبرة الجنوبية هي من أهم أجزاء المجموعة الجنائزية للملك زوسر في سقارة، حيث اختلفت آراء العلماء حول الغرض منها، على الرغم من وجود الهرم المدرج المحتوي على تابوت الملك. المقبرة الجنوبية هي عبارة عن 28 متر تحت الأرض، 28 متر تحت الأرض بننزل فيها مستويات كتير جدا، طبعا في حاجات فوق الأرض وفي حاجات تحت الأرض، أنا بتكلم دلوقتي عن البير اللي تحت الأرض 28 متر، وبنتكلم إن هو فيه ممرات كتير جدا، وطبعا بيزينها اللي موجودة طبعا الحائط اللي موجود فيه الفيانسات اللي موجودة تحت في المقبرة الجنوبية، وحنلاقي ثلاث نشات موجود فيها ثلاث لوحات للملك زوسر وهو بيعمل طقسة الحبسد، ومكتوب اسم نسر خيت اللي هو زوسر موجود عندنا تحت. طبعا لما ننزل ال 28 متر، طبعا لما اشتغلنا في المشروع بتاع الترميم بتاع الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية لاحظنا حاجات كتيم مصري موجودة، ان احنا لقينا بعض الممرات هنا كانت مفتوحة بس بسكيل صغير، لقيناها هي كانت مفتوحة بعد كده اتقفلت، لقيناها هي نفس الممرات ديت موجودة في الهرم المدرج بس بسكيل كبير وبرضه مقفولة من السكيل الكبير بتاعها. ده خلانا نوحي بالموضوع ان هو ممكن يكون ايم حطب، ممكن يعني من ضمن الاحتمالات الموجوده للمقبره الجنوبيه ان هو ممكن كمان يكون كان عامله كماكيت صغير ينفذ بيه على الشكل الكبير داخل الهرم. وطبعا اللي خلانا برضو نتاكد من الموضوع دوت بشكل كبير او يخلي عندنا تاكيد بشكل كبير ان احنا لما شلنا الجدار الساند اللي كان عامله لوير في الترميمات لقينا الحجم بتاع التابوت نفسه حجمه شكله كبير جدا بيضاهي نفس اللي موجود معانا في الهرم المدرج، فده خلانا شوية نحس بالموضوع. طبعا في العلماء طبعا قالوا حاجات تانية استخدامات للمقبرة الجنوبية ديت أو اتعملت ليه المقبرة الجنوبية ديت، قال لك ممكن يكون في جزء من الأجزاء من أثناء حرب ما اتقطع فجاه هنا دفنها في المكان هنا، في قال لك ده بيدفن فيها الاواني الكنوبيه بتاعته، لا ده احنا لقينا مراكب نذريه فقال لك لدفن المراكب النذريه. ده بالنسبه للمقبره الجنوبيه.